الراشدين، ولكن أبي طالب شاهد البيات الأولى لرسالة الإسلام؟ يعني أول ما الإسلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي ما كانش يعرف بيه؟ مش إحنا قلنا إن المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية كانت الدعوة السرية، والدعوة السرية اللي أسلم فيها سيدنا علي، إذن يبقى هو كان من بدايات الأولى للإسلام، يعني من أول الناس اللي دخلوا الإسلام وشاهدوا الإسلام من البداية. يبقى الإجابة الثالثة هتكون إجابة صحيحة. هو آخر الخلفاء الراشدين، أنا معاك في النقطة دي، لكن بقول لك شاهد علي بن أبي طالب البدايات الأولى للإسلام. طب يلا يا حبيبة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الأول لعلي بن أبي طالب. طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول لعلي بن أبي طالب. يلا يا رهف، شارك علي بن أبي طالب في جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غلط، لأنه لم يشارك في غزوة تبوك، لأن الرسول يعني طبعا استخلفه على استخلفه المدينة. على المدينة، طبعا استخلفه على المدينة، أي جعله خليفة للمسلمين على المدينة. تمام، يلا يا محمود. تولى علي ابن أبي طالب الخلافة بعد عمر بن الخطاب؟ تولى. أمال طب لو هتصحح تبقى إيه بقى؟ ايوه، هو تولى بعد عمر بن الخطاب، هو عثمان بن عفان قبل عمر بن الخطاب. طبعا الإجابة غلط، وهنصلح بعد عمر بن الخطاب، هتكون هو عثمان بن إيه؟ عثمان بن عفان. انا معلش، كان علي بن ابي طالب نموذجا وقدوة في الزهد وعدم الحرص على الدنيا. صح، طبعا علي بن أبي طالب كان مثالا إلى الزهد. الزهد إن هو كان في كوخ صغير في الكوفة بيكون قاعد فيه يتعبد فيه، حريص على الدنيا، لم يكن حريصا على الدنيا، ده احنا شفناه في احد الاسواق يبيع ثيابه ولا ياخذ من بيت المال الا قدر الحاجة. تمام، يلا محمود. يلا رهف. تمام. خلف علي بن أبي طالب الخلفاء الراشدين الذين سبقوه في مقر الحكم. صح، طبعا وسبقوه في مقر الحكم. طبعا صح، ليه؟ لان انت مثلا لو قلت ابو بكر كان في المدينة، عمر في المدينة، عثمان في المدينة، ولكن سيدنا علي قال لك ان مقر الحكم هينتقل من المدينة الى الكوفة. تمام، يبقى هنا الاجابة هتكون صح. يلا يا محمود، استكملت الفتوحات الاسلامية في عهد اخر الخلفاء الراشدين، يعني في عهد علي كان صح في فتوحات اسلامية، صح ولا غلط؟ صح طبعا الإجابة غلط، أنت ما ذاكرتش الدرس ده يا محمود، لأن في عهد علي ابن أبي طالب توقفت الفتوحات الإسلامية. كان في فتوحات في عهد أبو بكر، أوكي، كان في فتوحات في عهد عمر، أوكي، كان في فتوحات في عهد عثمان، ماشي، ولكن في فترة سيدنا علي توقفت الفتوحات الإسلامية بسبب الفتنة. يبقى كلمة استكملت غلط، أقول توقفت بدل كلمة استكملت، أقول توقفت. كان خارج كان الخوارج جزء من فريق علي بن أبي طالب لكنهم خرجوا عن طاعته، صح ولا غلط؟ قالت صح. تمام، طبعا الخوارج هم كانوا جزء من فريق علي بن أبي طالب، ورفضوا مبدأ التحكيم وقرروا بقتل 3، هو علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. طبعا ما هم كانوا عايزين يقتلوا علي بن أبي طالب أصلا، إيه؟ ما كانوا عايزين يقتلوا علي بن أبي طالب، علشان ثانية واحدة، عشان بس انتوا أنا بس مش ايه، مستوعبة ده من أول ما غد الدرس ليه. علشان انتوا بس ايه يا حبايبي، هو ايه اللي حصل، ايه الخلاف اللي حصل يا مستر ما بين المسلمين؟ عارفين انتوا سيدنا عثمان بن عفان؟ من بعده اتقسموا طب المسلمين، والفريق كان عايز يقتل سيدنا يقتصر عثمان الخلافة. بن عفان يعني كان له احباب واتباع. مين احبابه واتباعه؟ عارفين معاوية ابن ابي سفيان؟
ده كان والي الشام، وده كان الدراع اليمين لسيدنا عثمان. الصورة باختصار وببساطة إن لما الخبر انتشر، مين اللي سمع بيه؟ معاوية. معاوية سمع إن عثمان قتل. معاوية كان في الشام صح؟ وعثمان في المدينة. معاوية خد الجيش بتاعه من الشام ورجع على المدينة. طيب دلوقتي مش لما عثمان استشهد هيجي خليفة جديد؟ اللي هو سيدنا علي؟ ايوه صح. هنا لأ. هنا معاوية قال لك لأ. معاوية قال لك أنا مش بايع علي. معاوية قال لك أنا مش بايع علي. طب ليه مش هتبايع علي يا معاوية؟ قال لك لما يجيب حق قتلة عثمان الأول. ما هو قتلة عثمان كانوا موجودين في المدينة صح؟ اللي قتلوه، اللي تسلقوا قتلوه صح؟ ثانية، هو معاوية بن أبي سفيان ما كانش دلوقتي عثمان بن عفان؟ معاوية كان في الشام صح؟ وعثمان اتقتل في المدينة صح؟ معاوية خد الجيش بتاعه من الشام وجه على المدينة. مش دلوقتي لما عثمان استشهد المفروض يجي خليفة للمسلمين؟ اللي هو علي. وعلي عشان يكون خليفة مش لازم يكون له مبايعة، الناس تبايعه والناس توافق عليه. معاوية ما بايعوش. معاوية إيه؟ ما بايعوش. وقال له شرط إن أنا أبايعك، شرط إن أنا أبايعك إن أنت تجيب حق قتلة عثمان، تجيب الناس اللي قتلت سيدنا عثمان وتحاسبهم، وبعد كده أنا أبايعك كخليفة. طب مثلا قولي. هو معاوية ماله؟ هو في الشام ملوش دعوة بالمدينة. افهم النقطة دي عشان بس تكونوا فاهمين. عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ محمد محمد ابن عبد عبد الله ابن عبد المطلب، تمام؟ عبد المطلب، خليكم بس ماسكين عبد المطلب. معاوية ابن ابي ايه؟ سفيان، سفيان. معاوية بن أبي سفيان. عارفين ابو سفيان وعبد المطلب دول اخوات. عبد المطلب اللي هو جد الرسول، ابو سفيان، ابو سفيان اللي هو ابو معاوية، الاثنين دول اخوات. فكان هناك نسب، نسب يعني صلة قرابة. وهنا معاوية قال لعلي انا ممكن ابايعك على الخلافة، مفيش اي مشكلة، انت تكون خليفة للمسلمين دي مفيهاش اي مشكلة، ولكن ابايعك امتى؟ لما تجيب حق ايه؟ عثمان. مش لما قتلت عثمان يخرجوا من المدينة أبايعك، لا أنا أبايعك لو أنت جبت لي حق قتلة عثمان. طبعا سيدنا علي كان شايف إن استقرار الدولة وإن الأمور تهدى الأول أفضل من إن إيه أجيب حق قتلة عثمان أو ندور على مين قتل إيه سيدنا عثمان. وطبعا حصل بقى مشكلة ما بين معاوية، وعلى فكرة معاوية ده كان محبوب في الشام، يعني هو كان غني جدا وكان عنده جيش جبار وكان محبوب في الشام، كل اهله اقاربه نسايبه موجودين في بلاد الشام. فمعاوية رفض مبايعة سيدنا ايه؟ سيدنا علي. وفضلت الانقسامات موجودة في الدولة الإسلامية حتى لما استشهد سيدنا علي. لما استشهد سيدنا علي مين اللي كان هيمسك الخلافة؟ الحسن والحسين، كان هيختاروا الأكبر اللي هم أبناء سيدنا علي. وطبعا سيدنا معاوية رفض، وهو اللي اخذها في الاخر. وحصلت حرب بقى، حرب كبيرة اللي هي معركة كربلاء، لو حد يسمع عنها. انا سمعت عنها. معركة كربلاء دي، حتى انتوا يا اولاد لما بتلاقوا الشيعة بيصلوا، لما تلاقي حد شيعي بيصلي بيحط طوبة قدامه، بيحط ايه؟ طوبة كده، طوبة جاية من كربلاء، طوبة جاية من كربلاء اللي اتقتل فيها الايه؟ الحسين. يعملهم يعني بكربلان دي. ده تخلف عندهم شوية. طبعا سيدنا معاوي طبعا حرام ان مسلم يقتل مسلم، دي حرام، وطبعا دي فتنة ما بين المسلمين وفتنة تسبب فيها الايه؟ اليهود. لكن سيدنا علي هو احد المبشرين بالجنة، سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، سيدنا معاوية ابن ابي سفيان احد كتاب الوحي وصاحب فضل على الدين الاسلامي. سيدنا معاوية كان ليه فتوحات كتير، كان ليه إنجازات كتير للدولة الإسلامية. واللي بيحاسب العباد ربنا بس خلاص، يعني احنا ممكن ننهي الحوار ده كله، واللي بيحاسب العباد ربنا. صح، فين يوسف ولا فين محمود؟
واحد واحد فيهم بس هنا، تقول ايه؟ هو حد واحد فيهم بس هنا. طبعا مين اللي عليه الدور؟ أنا يا مستر. يلا يا رهف. كان علي ابن ابي طالب اول فدائي في الاسلام. أنه نام في فراش الرسول أثناء الهجرة. طبعا هو اللي نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الهجرة. تمام. يلا يا محمود. عدم مشاركة علي ابن ابي طالب في غزوة تبوك، ايه السبب اللي خلى سيدنا علي ما يشاركش في غزوة تبوك؟ أنا مشاركة علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. ايه السبب اللي ما خلاش سيدنا علي يشترك في غزوة تبوك؟ تمام. مش عارف السؤال ده. طب قولي كده يا حبيبة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهل المدينة. طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه عن أهل المدينة. طبعا كل الغزوات شارك فيها سيدنا علي إلا تبوك. طب ممكن نروح لرهف. نقل علي ابن أبي طالب مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة، ليه سيدنا علي اتنقل ليه مقر الخلافة من المدينة للكوفة؟ ليوسع الدولة الإسلامية. ليسهل الاتصال بين أرجاء الدولة الإسلامية، عشان يكون سهل عليه يتصل بجميع أنحاء الدولة الإسلامية. تمام. تمام. طبعا. طب بص يا محمود، السؤال اللي بعده. ما النتائج المترتبة على ازدياد الفتنة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان؟ دور يا مصطفى. ما النتائج المترتبة؟ أنت ذاكرت الدرس ده ولا لأ؟ أه ولا لأ؟ لا خليك صريح وخليك واضح، الدنيا تمشي. طب مين يعرف الإجابة؟ مستر، ثانية أنا تهت. واحد في أنه سؤال ما النتائج؟ سؤال ما النتائج؟ ازدياد الفتنة، الفتنة اللي في الدولة الإسلامية ازدادت بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان. تمام. أنا إن عفا يا حبيبة؟ ينقسمون إلى فريقين. طبعا هو انقسام الى فريقين، ومنهم الخوارج، الخوارج اللي هم كانوا من جيش سيدنا ايه علي. علي طب قول يا رهف، من هم الخوارج؟ خارج فئة من جيش علي بن أبي طالب، وخرجوا عليه ورفضوا تحكيمه وقتلوه. ورفضوا مبدأ التحكيم. تمام. اوكي. طيب يلا يا حبيبة. لم يكن علي بن أبي طالب صميم في منصب الخلافة، حيث أنه لم يأخذ غير حاجة من بيت المال، وكان دائما لابس الحصول على الطعام، وكان يذهب هو في إلى جملة كده الرصيف. سيدنا علي قالها دليلا انه مش طمعان في منصب الخلافة. معلش كده قولي تاني عشان صوت باين قطع. حاجة لي بأمركم. لا حاجة لي بأمركم. الله ينور عليكي. لأن أي حد فينا، أي حد والله، حتى لو عرضوا على رهف كده إن هي تبقى رئيسة الجمهورية مش هتمانع، حتى لو مش لا هتعرف. شكرا. متقوليش كده طبعا. الانسان بطبعه بالفطره بتاعته بيكون فيه الطمع، ولكن بيكون بنسب. ولكن طبعا ده منصب الخلافه، انت بتكون خليفه المسلمين، بتتحكم في المسلمين كلهم، انت حاكمهم، انت امرهم، انت ناهيهم. ولكن سيدنا علي بن ابي طالب لما جاله الخبر باستشهاد عثمان بن عفان كان عارف ان هو اللي هيكون الخليفه. فلما الناس جت تبايع عثمان، جت تبايع سيدنا علي، قال لي حاجة بأمركم، يعني أنا مش عايز أكون الخليفة عليكم. وبسبب ضغط المسلمين على سيدنا علي اضطر إن هو يوافق إن هو يكون خليفة للمسلمين. طب يلا يا رهف. تمام. عمل الخليفة علي بن أبي طالب على حفظ الأمن داخل الدولة الإسلامية إن هو نظم الشرطة. طبعا إن هو قام بتنظيم الشرطة. طبعا ما مستر، أنا ال... حليت الواجب بس لسه ما بعت... نسيت أبعته، يعني فهبعته بعد خلاص الحصة. اوكي، ممكن تبعتيه بعد الحصة. طبعا لما تمام. اقول لك الدروس المستفاده من سيره علي ابن ابي طالب، انت تستفاد ايه من سيره علي ابن ابي طالب؟ طبعا ممكن تكتب الزهد
عدم الحرص على الدنيا والحرص على الآخرة. ممكن تكتب القدوة الصالحة. كل دي أعمال اتعلمناها من سيرة سيدنا علي ابن أبي إيه؟ ابن أبي طالب. طبعا احنا كده نكون خلصنا المنهج بتاعنا. هاتولي بس الامتحان اللي على الدرس الرابع. هو فين؟ ده على الشاشة؟ اللي هو هيكون صفحة كام؟ 199. يعني لسه مفتوحة اهي. تمام. ما تقييمك للمصداقية دي كلها عبارة عن الأبيات الآتية: كان علي بن أبي طالب أول من أسلم وأنا الصبي. صح؟ أيوه. ايوه تقييمك طبعا هتقول هذه عباره صادقه. في تقييمك للعباره. تمام يا ممكن رهف. أقول إن عشان هو أسلم وهو عنده 10 سنين. طبعا لان هو اسلم وهو في سن العاشره من عمره. تمام. تمام. سعى علي بن أبي طالب ليصبح خليفة للمسلمين، لا لأنه قال لهم لا حاجة لي خلاص. إيه؟ حاجة تمام. مش فاكرة. لا لا حاجه لي بامركم، يعني مش عايز اكون لا انا حاجة. الامر بتاعكم، انا ولي امركم. طب يلا يا محمود، السؤال الثالث ده سؤال جميل. بيقول لك استفاد الخليفه علي بن ابي طالب من الاصلاحات العمرانيه للخليفه عمر بن الخطاب. محمود سامعني؟ سامعك يا باشا. بيقول لك استفاد الخليفه علي بن ابي طالب، الخليفه علي بن ابي طالب استفاد من الاصلاحات العمرانيه للخليفه عمر بن الخطاب. العبارة دي صادقة ولا غير صادقة؟ طب صادقة ليه؟ لأن عمر بن الخطاب كان بيأمر بإنشاء المدن الإسلامية. لما جينا خدنا عمر بن الخطاب من الأعمال بتاعته إنشاء مدن إيه؟ إسلامية. أي دولة جديدة نفتحها هنعمل فيها مجموعة من المدن الإسلامية. ولما فتحنا العراق عمل فيها مدينتين، البصرة والكوفة. الكوفة اللي اتخذها علي بن ابي طالب مقر للايه؟ للحكم. طيب يلا يا حبيبه، لأعطينا الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله، من قال العباره؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ومناسبة المناسبه؟ مش فاكرة أوي، بس أيام لما علي بن أبي طالب نام على الفراش بتاعه لا في لأعطينا غزوة من الراية، يعني الغزوات، اللي بس أنا هيكون مش فاكرة بيعيش في اسمها. غزوة. هي غزوة خيبر. غزوة ايه؟ طيب غزوة خيبر. هذه كانت في غزوة اسمها غزوة ايه؟ خيبر. تمام. يلا يا رهف. تمام. قارن بين الخليفة أبي بكر الصديق والخليفة علي بن أبي طالب من حيث الترتيب في تولي الخلافة وأهم أعمال كل منهما. أبو بكر الخليفة ترتيبه؟ أبو بكر الصديق كان أول الخلفاء، طب علي أما علي بن أبي طالب آخر الخلفاء. رابع الخلفاء. أبو بكر كان ليه 4 أعمال تفتكريهم؟ إن هو جمع القرآن و جمع القرآن، ونشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، وقتل المرتدين. وقتال المرتدين. أول حاجة اللي جهزه النبي، ولكن النبي توفى، فأول عمل من أعمال أبو بكر إرسال بسبب جيش مش أسامة بن زيد. أسامة بن إرسال زيد. جيش أسامة بن زيد. تمام. طب أهم أعمال كل منهم؟ علي إيه أهم أعماله؟ علي نقل مقر الخلافة نظم نظم الشرطة. ونظم الشرطة. طبعا نقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة العراق ونظم الشرطة. يلا يا محمود، حمل علي بن أبي طالب راية الحرب خلال غزوة المسلمين في إيه؟ ضد مين؟ حمل علي بن أبي علي بن طالب أبي طالب. راية الحرب في غزوة المسلمين ضد مين؟ ضد اليهود. اليهود. طبعا خيبر كانت ضد اليهود. ممتازة محمود. تمام. يلا حبيبة. سلام عليكم. أبي طالب في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم على مسألة غزوة واحدة كانت ضد الروم. الروم طبعا، تبوك كانت ضد الروم. تمام.
يلا يا رهف. كان المنافقون سببا في استشهاد كل من عفان عفان علي بن ابي طالب. طبعا عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. تعرفي تقولي لي من هو كان زعيم المنافقون؟ عبد الله بن سبأ. عبد الله ابن ابي ابن طبعا لما يقول لي ما الاثر الناتج عن استشهاد، يعني ما النتائج محمود عن استشهاد الخليفه علي بن ابي طالب؟ النتائج اللي ترتبت على استشهاد الخليفه علي بن ابي طالب. محمود سامعني؟ سامعك يا مستر. الأثر الناتج، يعني ما النتائج، ما النتائج المترتبة عن استشهاد الخليفة نصر علي بن العرش. أبي طالب؟ لما استشهد علي بن أبي طالب انتهى إيه؟ ده عصر الخلافة. انتهى عصر الخلفاء الراشدين. طبعا أدى إلى انتهاء عصر الخلفاء الإيه؟ الراشدين. نعم أنا كنت هقول ازدادت الفتنة بين المسلمين. وازدياد الفتنة بين المسلمين طبعا، ولكن لا، اصل انتوا الترم اللي جاي احنا عندنا اللهم صل على النبي سيدنا علي هيستشهد سنة 40 هجريا، صح؟ يعني انت تبدأ منهج الترم الثاني هتبدأ من سنة 41 هجريا اللي هي الدولة الأموية، وعام 41 ده سموه بعام الجماعة. يعني ايه عام الجماعة؟ اجتمعت فيه كلمة المسلمين، مش المسلمين كانوا مقسومين، لكن عام 41 ده بيسموه بعام الجماعة، عام الجماعة اجتمعت فيه كلمة المسلمين. طب يلا حبيبة ممكن ترتب لنا الأحداث؟ معرفش رد. طب ليه ما تعرفيش؟ طب بصي، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب على أهل المدينة. طبعا تكون هنا غزوة تبوك، صح؟ تمام. خروج المسلمين لقتال قبيلتين هوازن وثقيف. هوازن وثقيف طبعا دي غزوة حنين. بيعة الرضوان، بيعة الرضوان لما أشاع خبر مقتل عثمان، صح؟ طيب، إخراج عمر بن الخطاب اليهود من شبه الجزيرة العربية. رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة. هجرب يعني كده. طيب أول حاجة قولي. إخراج عمر، بعدها إخراج عمر بس هوازن خلاص ما وثقيف. تكمليش، لا خلاص. إخراج عمر لما عمر بقى الخليفة. يبقى طب تعرفت اليوم يا قولي كده يا رهف؟ وأنا أتوقع إن هو خروج المسلمين لقتل قبيلتي هوازن وثقيف. طب غزوة حنين دي كانت كام هجريا؟ مش 8 هجريا؟ بيعة الرضوان اللي هي كانت قبل صلح الحديبية مش دي 6 هجريا؟ هتكون هتكون هي غزوة الأول، تبوك بعدين مش دي 9 هجريا؟ هتكون عمر بن عمر بعد الخطاب كده. تولى الخلافة 13 هجريا؟ استخلاف علي ده هتكون آخر حاجة خالص. لا بعدها أهل المدينة، لا، بعدها بيعة الرضوان رقم واحد، رقم ايوه، واحد، بعد بعدين خروج المسلمين رقم اتنين، خروج المسلمين لقتال هوازن وثقيف اثنين، استخلاف بعدين الرسول دي رقم أي ثلاثة، بعدها آخر واحدة. آخر واحدة. تمام. طبعا كده كده انتوا الكتاب الكبير معاكم خلص، صح؟ كده دي آخر صفحة كانت في الكتاب الإيه؟ الكبير. عملنا إنجاز. عملنا إنجاز الحمد لله. انا حلو في الصغير يا مستر. عن حل الصغير بس أنا لسه ما نزلتوش. طب استنى يا مستر، اقوم اجيبه لا لا لا، مش هستخدمه دلوقتي. باي. ممكن نبدأ الخريطة كده ونبدأ بمحمود. محمود رقم واحد إقليم مناخي هو إيه؟
الخريطة معايا، بس واحد ان انا اللي هو واثنين مش معاك قادر احفظ ايه؟ الاماكن عليها. مش عارف تحفظ الاماكن عليها؟ يعني ازاي احفظ الاماكن على الخريطة؟ حاسس ان هو الموضوع ازاي ده. طب احل الخريطه دي وافتح لي خريطه نعرفها مع بعض. رقم واحد يا محمود، ماشي، ده اقليم مناخي ايه؟ بحر متوسط. بحر متوسط. تمام. طيب يلا يلا يا حبيبي. رقم اتنين، ده اقليم الصحراء. طبعا ده اقليم صحراوي. تمام. رقم اتنين، ده اقليم ايه؟ صحراوي. رقم ثلاثة تكون اقليم صحراوي. رقم ثلاثة، لا، جنوب موريتانيا. مداري مداري جنوب موريتانيا طبعا كان اقليم ايه؟ اقليم مداري. مداري. تمام. رقم اربعة محمود، ده بحر ايه؟ البحر الأحمر. طبعا رقم اربعة هو البحر الايه؟ الاحمر. تمام. خمسة مضيق جبل طارق. طبعا خمسة هو مضيق جبل ايه؟ جبل طارق. تمام. ستة أنا أتوقع، يعني أتوقع إن هي المغرب. ستة، دولة صح، هي المغرب. تمام صح. يلا سبعة، سلسلة جبال، هنا في جبال اسمها جبال ايه؟ سلسلة جبال البحر الأحمر. طبعا هي سلسلة جبال البحر الايه؟ الأحمر. تمام ممتاز. طبعا السؤال الثاني بيقول لك، تسقط الأمطار يا حبيبة على إقليم البحر المتوسط في فصل الإيه؟ الشتاء. الشتاء. طب يلا يا رهف، اتخذت لبنان أشجار إيه شعارا لها؟ الأرز. الأرز. تمام. يلا يا محمود، يستخرج الصمغ العربي، الصمغ العربي اللي بنعمل منه الكولا والبيبس من أشجار إيه؟ من أشجار ال من أشجار إيه؟ اللي بنستخرج منها الصمغ العربي. أنا عارف لو نفع. مش من لا الصمت، هي لسه من جايبه أشجار جديد. الصمت. تمام ممتاز. بنت يلا الساحل. حبيبة، من أشجار الغابات المدارية. الصم. الصمت. تمام. من من حيوانات حيوانات الأقليم الإقليم الصحراوي الصحراوي. كن الإبل. الإبل. تمام. يلا محمود، يقع إقليم المناخ إيه جنوب إقليم البحر المتوسط؟ الصحراوي. طبعا هو الإقليم الإيه؟ الصحراوي. تمام. طبعا احنا السؤال ده متجاوب، من المناطق متوسطة الكثافة السكانية في الوطن العربي هي شمال أفريقيا. طب يلا يا حبيبة، من العوامل البشرية، العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان. النقل والمواصلات. النقل والمواصلات طبعا هو العامل البشري لأن كلهم عوامل طبيعية. طيب يلا يا رهف، يتساقط الثلوج على جبال لبنان، ليه جبال لبنان دايما بيتساقط عليها الثلوج؟ لأنه شديد الارتفاع، وكل ما نطلع لا، يعني كل ما نرتفع كلما أعلى بنرتفع، صح، درجة لأن في الحرارة قاعدة بتنخفض. قلناها، كلما بنرتفع كده حوالي 150 متر درجة الحرارة بتقل درجة إيه؟ مئوية. أوي. عشان كده جبال لبنان 150 متر، جبال لبنان بيتساقط عليها الثلوج بسبب عامل اسمه عامل الارتفاع. طبعا السؤال التاريخ، يلا يا محمود، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ليتأمل في غار غار حراء. حراء. تمام. نزل الوحي على الرسول يا حبيبة في سن، 40. يلا رهف، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للهجرة إلى إيه؟ للفرار من أذى المشركين وبها ملك حبشة. عادل، الحبشة. يلا يا محمود، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لعبادة الله الواحد فوق جبل.
أحد. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوة الجهرية دعاهم فوق جبل اسمه جبل الايه؟ يبقى الأطلس. جبل الأطلس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان في السعودية راح يدعوهم فوق جبل الأطلس اللي في المغرب؟ الصفا. يعني الوحيدة اللي ما جاتش معاك سكة. أنا الصراحة مش طبعا عارف السؤال ده. لا، طبعا لما بدأت المرحلة الجهرية، الرسول أخبرهم بالجهر أو جهر بالدعوة عندي جبل اسمه جبل الصفا. يلا حبيبة، مرت الدعوة الإسلامية بكم مرحلة؟ 4 مراحل 4 مراحل. طبعا تعرفي تقوليهم؟ اللي هي السرية والجهرية طيب اللي هي الجهرية بدون مواجهة المعتدين، واللي هي العالمية بقى. طبعا سرية وجهرية ومواجهة المعتدين والعالمية، طبعا دول ال4 مراحل اللي عدت بيهم الدعوة الإسلامية. يلا يا رهف، كانت بيعة العقبة الثانية في العام 13. 13 من البعثة. ممتازة. يلا محمود، كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم برد الأمانات وتركه على فراشه، مين اللي نام على سرير الرسول علشان يرجع الأمانات؟ علي بن أبي طالب ولا إيه؟ علي بن أبي طالب. تمام، هو علي بن أبي إيه؟ هو علي بن أبي طالب. تمام. السؤال اللي بعده رقم 3. كان يلا الركن حبيبة، الثاني اللي هي الدعوة المفروض سليم، كان الركن الثاني لبناء الدولة الإسلامية الدعوة الدعوة. لا، رهف رفعت إيديها. طب قول يا رهف. أول حاجة بناء المسجد، تاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المؤاخاة، الركن الثاني كانت المؤاخاة. الدولة الإسلامية بنيت على 3 أسس: بناء المسجد، المؤاخاة، وصحيفة المدينة. هو بيقول لي الركن الثاني، يعني تاني حاجة عملها الرسول علشان يبني الدولة الإسلامية، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طب يلا يا محمود، اجتمعت قريش في دار إيه لمنع المسلمين من الهجرة؟ زر الأرقام. الأرقم. تمام. لا لا لا، مش المكان اللي كان بيعلم فيه الرسول المسلمين. قريش اجتمعت في دار معينة لمنع المسلمين من الهجرة، مش دار الأرقم. دار الأرقم دي اللي كان بيعلمهم فيها الإسلام. قول يا رهف. كن دار الندوة. طبعا هتكون دار الندوة. طبعا أول سفير في الإسلام حبيبة، أول سفير في الإسلام مش مصعب. فاكرة جمع اسم ابن عمير. ابن عمير ايه؟ طبعا مصعب ابن عمير. لو عملت مقارنة كده بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الأولى 12 من البعثة، بيعة العقبة الثانية كانت 13 من 13. البعثة، الأولى كانت 12، كانت 12 شخص و75، 73 رجل وامرأتان. ومرأتين. طبعا البيعة ألا يشركوا بالله، وكمان مكارم ولا الأخلاق. يقتل أولادهم دي دم. اسمها مكارم الاخلاق، علشان ما نكتبش الا يقتلون الا يسرقون، دي اسمها كلها مكارم الاخلاق، يعني الاخلاق الحميده. لكن بعت العقبه الثانيه ان ينصروا اذا هاجر اليهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لو هاجروا اليهم ينصروهم، يقفوا معاهم. النتيجه ان الرسول ارسل معاهم مصعب بن عمير ليعلمهم امور الدين الاسلامي. وهنا النتيجه ان الرسول امر المسلمين بالهجره الى ايه؟ الى يثرب. أسف. طبعا لما يقول لي قارن بين المهاجرين والأنصار، المهاجرين هم المسلمين اللي سابوا مكة وراحوا المدينة، هاجروا مع الرسول من مكة إلى المدينة. الأنصار هم مسلمين يثرب. طبعا لما يقول لي سمي العام العاشر من البعثة بعام الحزن، طبعا لأن توفت فيه السيدة خديجة وعم أبو طالب، فبيسموه بعام الحزن. رفضت قريش دعوة الرسول منذ اللحظة الأولى. قريش كانت رافضة الإسلام من اللحظة الأولى، لأن هو دين يخالف دين آبائهم وأجدادهم أجدادهم وبيهدد مكانتهم بين القبائل.
هاجر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشه لان ملكها عادل لا يظلم في ارضه احد. تمام. المرة اللي جاية ممكن نمسك خريطة الوطن العربي كموقع فلكي وكموقع جغرافي وكتضاريس، بحيث إن إحنا نعرف نحلها في أي إيه في أي وقت. بعد تمام كده هنشتغل من الكتاب التاني، يعني نشتغل من الكتاب الصغير. تمام تمام. حد عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ لا شكرا يا مستر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.